السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفي عمرك وفي علمك يا رب. وياكي. بعد إذنك يا شيخ، أنا عايز أستفسر حضرتك في حاجة. احنا تعلمنا من مشايخكم حضراتكم كده إن الذهب ما يتباعش بذهب، فأنا كان معايا ذهب قديم فرحت أبيعه، فالسيخ قال لي أنا معيش فلوسه كاملة، أنا كنت هغيره يعني كنت هشتري بداله، فقال لي أنا معيش فلوسه كاملة، فكتب لي ورقة اداني 5000 وكتب لي ورقة بالباقي، فخرجت وبعد كده دخلت تاني المحل ونقيت واشتريت تاني بالورقة اللي معايا وبقيت الفلوس، هل أنا كده بقى وقعت في الربا؟ نعم، وقعت في المحظور، لأنه لا يجوز بيع الذهب بالآجل، والورقة التي كتبها لك كتتمة لحقك لا تجوز، لأن في بيع الذهب يلزم أسلم وأستلم في الحال المبلغ كاملا. فالذي صنعته أنت في أول أمرك أنك أخذت مبلغا والمبلغ المتبقي كان دينا كتبه في ورقة، وهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والله أعلم.